دوري النيل، الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في هذا الموسم 2023-2024، مع النفس الطويل والتحدي الكبير للوصول في الأخير للبوديوم، منصة التتويج باللقب والدرع الغالية والذهب. أهلا بكم في ملعب الكرة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين أينما كنتم، متابعين في كل مكان، يصل إليكم صوت وصورة لأون تايم سبورتس. عشاق ومحبي الكرة المصرية، نجدد التحية. أجواء وأحداث مباراة مهمة بتباين المواقف، وإن كان صاحب الأرض النهاردة بيبحث عن الاستمرارية في النتائج الإيجابية من أجل الاستمرار وبقوة على القمة. القمة، قمة ترتيب جدول الدوري، بتكلم عن كبير العائلة البترولية في الكرة المصرية، هو بالتأكيد فريق نادي إنبي. إذن هي أجواء افتتاحية الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023-2024، نايل بريمير ليج، دوري النيل، والبحث عن التواجد فيما بين أهل القمة. مباراة النهاردة هي مباراة إنبي، كبير العائلة البترولية في الكرة المصرية ومتصدر الدوري. ما قبل هذه الجولة يستقبل أحد كبراء الأندية السكندرية في الكرة المصرية، نادي سموحة. هنتابع أجواء وأحداث هذه المباراة اللي اختار فيها من أدوات من لاعبين الكابتن سيد ياسين، عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى، أحمد صبيحة، محمد حامد، أحمد كالوشا في خط الظهر، 3-5-2 ومشتقاتها 3-4-3، كيفية التعامل على أرض الملعب بيلعب بيها الكابتن سيد ياسين مع لاعبيه. مروان داوود، علي فوزي على الطرفين، مودي ناصر، أحمد عجوز في القلب، في نص الملعب مصطفى شكشك، أحمد نادر وأحمد أمين أوفا. ده بالنسبة للقيادة الهجومية لنادي إنبي على أرض الملعب. الضيف النهاردة سموحة السكندري، خيارات الكابتن أحمد سامي من أدوات من لاعبين في وجود الخبرة، الهاني سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن عامر، محمد المغربي، محمد مصطفى ميدو، وطارق علاء في قلب الملعب، محمد عصام، محمد متولي إمام الشهير بكناريا في نص الملعب، أمامهما محمد أو عبد اللطيف بن قصو، هذا اللاعب المغربي، عمرو قلاوة كجناح طاير، دوكو دودو أو فرانشيسكو دوجي دودو دوراجي، هذا اللاعب البنيني هو اللي موجود كجناح طاير من الناحية اليمين، وبيخدموا كلهم على الخبرة والتقيل المهاجم بالتأكيد حسام حسن، الكابتن والقائد كان لسموحة السكندري وما زال، وشفناه بالتأكيد مع لقطة رائعة لسموحة السكندري إلى جوار الكابتن أحمد سامي والرفاق في الجهاز الفني. بداية المباراة يطلق أصافرة محمود ناصف كحكم ساحة بيعاونه كل من أحمد عبد الغني كمساعد أول، وأحمد رشدي كمساعد ثاني، وإبراهيم محمد كحكم رابع، وكل من محمود السوقي وأحمد حمدي كحكمي فيديو رئيس ومساعد في هذه المباراة. دوكو دودو تطلع أمامية، حلو هنا خلف الدفاعات، محاولة التقديم على طيران حسام حسن بالعرض على الأرض، قلاوة يفتح الملعب ناحية الشمال، عبد الرحمن عامر لسه ما اشتغلش وما رفعش العرضات، أدي أول عرضية وأول رأسية هنا في القطعة اللي فيما بين السرد باكات لسه بتكلم عنه، والتقديم عليه من على الأطراف يسهل حاجات كتير هجوميا، وتحديدا بالتقديم عليه هو حسام حسن، قطعته اللي كان ممكن تخليه ملك حتته لو قدر ان هو يوجه الكرة في علي فوزي وحسام حسن. حسام حسن بيحاول يجنح، يمين شغال شمال تلاقيه يبعد شوية ياخد معاه المدافعين، بس لسه التكتيك ما جابش ثماره، محاولة تسديدة فيها فكرة كان ممكن يدوس على كورته ويروح ويقرب احمد امين، لكن تترد في قلب الملعب، العجوز يسيب كورته ما بينه وما بين مصطفى شكشك، لكن تترد مرة تانية ترجع في قلب الملعب. اوه خطأ موجود، خطأ موجود، الصدى هو حسام حسن والتدخل، هل ايه بيطالب بايه؟ حكم المباراة وقفته برؤيته وبزاويته تقول لك لا ولا فيها اي حاجة، احتكاك عادي، حكم الساحة النهاردة هنا الكرة خطأ، وكان هيبقى خطأ لا يغتفر من كالوشا، جاي يستلم هيأ كورته عنده حسام حسن اللي سند كورته وطولت، ولولا انه اللي لسه كنت بتكلم عنه عبد الرحمن سمير صاحي يلعب دور الليبرو، احنا عايزينها تتكهرب على ارض الملعب بالاداء الفني الحقيقه. كره اماميه هنا في القلب، يشيل كالوشا على مرتين تترد، حلوه حسام حط المدافع في ظهره لو قلب وسدد، حلوه. اول ما الكره تتلعب بيبقى في تكتيك بيتعمل من لاعبي نادي سموحه السكندري مع تنفيذ الضربه الركنيه، تتلعب على القائم الاول، تتلمس دفاعيه، تتامن، تترد، سكند بول، تسديد، بطبه في الارض، ولكن برضه صاحي واعي فاهم وعارف بيعمل ايه في مكانه هو بالتاكيد عبد الرحمن سمير ابن النادي، هذا الحارس اللي تألق في الاختبارات اللي راحت عليه. ادي كوره اول ما ارتدت من الارض، هافولي اصطادها عايز يحطها كرباك، كوره كان ممكن توجع الشباك لولا انه صاحي، ولما سددت الكوره كان في موضع تسلل لخفن الحارس ولا لا، ومشيت وصدها
عبد الرحمن سمير تترد كوره يحاول يعافر حسام مره تانية. اوه يا ولد يا ولد يا ولد، قرر انه يسدد ويسدد كوره بس محتاجه ظبط زوايا من التسديدات الحلوه لحسام حسن. ايه هسدد ولكن ما اتحكمش في التوجيه فيما بين القائمين والعارضه لمرمى عبد الرحمن سمير. الهجمه المرتده مره تانية، كوره كناريا حطها في القلب، عدى سدد ولكن في الشباك الصغيره، يتخدم عليه يعني زي ما عمل كده محمد متولي. كناريا شوف هنا بقى يخدم نفسه بنفسه، فكره انه يتحرك بدون كوره. طارق علاء الحقيقه اداء دفاعي مميز من عبد الرحمن عامر، وطارق علاء اللي بيظهر هنا امامنا ده الظهير الايمن في تشكيل سموحه السكندري، ومع ضربه مرمى يلعبها كان الهاني سليمان، يطلق محمود ناصف حكم الساحه. صافرت نهايه احداث الشوط الاول نهايه نسبيا مثيره عن ما كان الحال في اجواء واحداث الشوط الاول اللي كان هادي الى حد كبير، وفي الاخير تعادل سلبي فيما بين انبي سموحه السكندري في مباراه من اجل القمه. شوط ثاني من هذه المباراه بعد شوط اول انتهى بتعادل سلبي الى حد كبير في الاداء وكمان في النتيجه الرقميه دون ان نرى مستوى فني عالي على ارض الملعب، لكن كان يمكن سموحه الاخطر والاكثر امتلاك وسيطره واستحواذ، وان كان حارس مرمى انبي هو اللي كان تالق وكان بيلمع في الاختبارات اللي راحت عليه عبد الرحمن الكابتن احمد سامي. الهاني سليمان في حراسه المرمى معاه عبد الرحمن عامر، ودي اول محاوله او اول تسديده او اول فرصه. الضربه ثابته ممكن تسدد تتسدد تتسدد. واو يا ولد، فكر انه يحطها في المرمى ومن مره واحده. مر خمس دقائق بنلعب في الدقيقه السادسه من احداث الشوط الثاني من عمر المباراه على وضع الهدوء كما كان الحال في احداث الشوط الاول الا على فترات وفترات متباعده. قصو عبد اللطيف بن قصو المغربي صاحب ال 21 سنه هو اللي سدد كورته الق ظهر الراجل، وباين فيها ان ضربه حره مباشره، بس رؤيه احمد سامي من ناحيته ما تبينش. علي فوزي من ناحيه اليمين يعدل بيمينه ويعمل عرضيه بشماله وتتشال من الدفاع، تترد مره تانية. سكند بول لامبي كبير العائله البتروليه في الكره المصريه، مقرب مقرب اوف ممكن ولكن في الاختبار احمد، او هنا احمد امين اوفا والانفراد فيها تسلل. افتكر انه سابق بجزء من جسمه ينفع يجيب بيه هدف. محمد مصطفى ميدو الاستوبر قلب الدفاع، توصل كره قصيره العجوز يصطادها في السكه. احمد نزل حواش وعرضيته لف لفه محترمه برضو. تليفونات بني سويف والنصر والمصري البورسعيدي وبتروجيت وعاد لبيته من جديد احمد العجوز. اهي اللقطه الاخطر في احداث الشوط الثاني يمكن والاول في احداث المباراه كل فريق نادي انبي، العرضيه اللي اتحطت احمد نادر حواش اصطادها من احمد العجوز لما الكره اتقطع هنا ما بينه وما بين دوكو دودو على الارض. كناريا يعلق كوره بينيه حلوه، حسام لسه يا راجل عمل كل حاجه واي حاجه الا انه يسجل الهدف بالشكل المطلوب المرغوب فيه. شوف هنا القطعه من طرف الملعب لمحور اللعب، سرق علي فوزي، ولما اتحررت الكرة كلفت عبد الرحمن سمير الحارس. كناريا أمامية يستلم خالد على الأرض، البدري يفتح الملعب ناحية اليمين، حلوة العرض. أوه كان ممكن يبقى هدف عكسي، كأن القائم اليمين اتزحزح لجوه علشان يحرم سموحة انه يتقدم بهدف عكسي ويقف الى جوار مدافع تألق في كل الاختبارات اللي راحت عليه احمد كالوشا. الا دي وكمان مره كمان مره البديل فادي فريد هنا شوف امامنا ورأسيته بقطعته اللي كان ممكن تخليه ملك حتته لو قدر انه يحط الكره فيما بين القائمين والعارضه، جابها من تحت لفوق اصطاد بيها العارضه ويضيع كمان مره فرصه كبيره تقيله لفريق نادي سموحه السكندري انه يسجل هدف تفوق فريق نادي سموحه السكندري. عرضية كورة هنا، محاولة فادي فريد يحط كورة كمان مرة يضيع فادي فريد. هنتابع المحاولة لفريق نادي انبي، ياخد كورته احمد جمال يستنى يعدي بشكل حلو قوي مع الخط ويحط عرضية تعدي ولسه تتسدد كورة يضيع كمان مرة اللي يتعرقل يبقى فيها ضربة حرة مباشرة لنادي انبي. ادي هي الكورة امامنا اتحطت وخد الكورة الراجل احمد سمير موه وعدى كلف الدفاع فريق نادي سموحه السكندري واتحطت عرضيه لولا التدخل من طارق علي. ركنيه لفريق نادي انبي دلوقتي مع الدقيقه الاخيره اللحظات الاخيره، ادي كره تتلمس بالراس ولكن حطها كالوشا على القائمين والعارضه، قضي الامر تعادل سلبي. ننتظر صافره النهايه لاحداث الشوط الثاني من عمر المباراه وتاتي منه هو محمود ناصف كحكم ساحه لهذه المباراه يعلن نهايه احداث الشوط الاول كما كان الحال في الشوط الثاني تعادل سلبي شوط اول وتاني، والمباراه كل سلبيه الى حد كبير في الشوط الاول في الاداء
والنتيجة، وفي الشوط الثاني الأداء أفضل، ولكن النتيجة كما هو عليه الحال بسلبية، نقطة لكل فريق يبقى في المركز السادس سموحة، لكن يزداد نقطة يوصل لنقطة رقم 17.